أصحاب السعادة الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي رئيس الوزراء سيد نريندر مودي، ومعالي الوزراء والوفود الكرام، الضيوف الكرام وأصدقاء الإعلام، ولدينا الآن كلمة من معالي رئيس الوزراء ورئيس جمهورية مصر. أستاذ السيسي، دونو بي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معالي الوزراء والوفود البلدين والأصدقاء في الإعلام. بعد هذه بدء أود أن أرحب بفخامة الرئيس المصري ووفد الكريم في الهند ترحيبا حارا من القلب. سيشارك فخامة الرئيس السيسي في احتفالات يوم الجمهورية غدا بوصفه ضيف شرف، وهذا من غلاء الشرف والفرح للشعب الهندي لأقنبه. كما يسعدني أن وحدة عسكرية مصرية أيضا تشارك في عرض يوم جمهوريتنا، مما يزيد العرض رونقا وجمالا. أيها الأصدقاء، الهند ومصر من أقدم الحضارات في العالم، والعلاقات بيننا مستمرة منذ آلاف السنين. منذ أكثر من 4000 عام كانت التجارة مع مصر قائمة من خلال ميناء الوصال بولاية غجرات. ورغم مختلف التغيرات الحاصلة في العالم، إلا أنه ما زالت علاقاتنا مستمرة ومستقرة، والتعاون بيننا ما زال يزداد قوة واستمرار. وفي السنوات القليلة الماضية ترسخت وتعمقت هذه العلاقات أكثر فأكثر، وأعتقد أن الفضل فيه يرجع إلى القيادة الحكيمة والناجحة لفخامة الرئيس السيسي. هذا العام دعت الهند مصر للمشاركة كدولة ضيف في قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها وتترأسها الهند، مما يدل على الصداقة الخاصة بيننا. أيها الأصدقاء، على أحد طرفي بحر العرب تقع الهند، وعلى الجانب الآخر تقع مصر. سيكون التنسيق الاستراتيجي بيننا مفيدا للسلام والازدهار في المنطقة بأكملها. ولذلك قررنا في لقائنا اليوم رفع علاقتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. لقد قررنا أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر سوف نقوم بتطوير البنية الطويلة الأمد والأكثر شمولا للتعاون في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والعلمية. يشعر كل من الهند ومصر भारत और इजिप्त दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रकार से चिंतित हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है, और इसके लिए हम साथ मिलकर هناك زيادة ملحوظة في المناورات والتدريبات المشتركة وبناء القدرات المشتركة بين الجيوش. يشكل استخدام الفضاء السبراني لنشر التطرف والأيديولوجيات بحثنا عن كسب الخسائر الكثيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية وسلاسل التوريد العالمية. لقد كنت أنا ورئيس
الرئيس السيسي على اتصال وثيق خلال هذه الأزمة، وتبادلنا إرسال المساعدات الفردية اللازمة عند الحاجة. اليوم ناقشنا بالتفصيل كيف يمكننا أن نقوم بتعزيز سلاسل التوريد في الأرضية وصناعة الأدوية التي تضررت بسبب الجائحة والحرب الدائرة في أوكرانيا. كما اتفقنا على ضرورة زيادة الاستثمار المتبادل والتجاري في هذه القطاعات. قررنا معا انه في السنوات الخمس القادمة سنرفع حجم التجارة المتبادلة الى 12 مليار دولار سنويا. أيها الأصدقاء، نعرض أن تقديرنا البالغ لجمهورية مصر على استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بنجاح باهر وعلى جهودها في تأمين شكرا جزيلا. والآن أوجه الدعوة إلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليلقي كلمته.